هدايا البرنامج برعاية مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد متجدد متنوع من برنامج الكويز. هذا البرنامج اللي طلع لكم عبر قناة فور كيدز، قناة كل الأطفال. معايا أنا صديقتكم طرابلسي أريج، على بالي اللي كادو يا مازالهم حاضرين، العجلة، مرحلة السحب، الأسئلة السهلين يا مازالهم حاضرين لكم أنتم أصدقائي الأطفال. لما على بالوش باش تشارك معنا، ما عليك غير تتصل بينا عبر الرقم الموجود أسفل الشاشة. رانا في الخدمة، نستقبلوا فيك اتصالاتكم مكالماتكم، رانا هنا، اتصلوا بينا ورانا هنا. إن شاء الله تربحوا معنا، ما ربحتوش معنا تستفادوا معنا بمعلومة معلومة جديدة مفيدة إن شاء الله يا رب العالمين. اسمين راح يكونوا ربحين معنا في نهاية الحصة في مرحلة السحب. العجلة الذكية فيها العديد من المواضيع المتنوعة، نروحوا نتذكروا المواضيع كيف كيف. عدنا العديد من المواضيع كإسلاميات، تاريخ، رياضة، ثقافة عامة، ألغاز، علوم، فضاء، صحيح أو خطأ. وهذه هي المواضيع تاع العجلة. عدنا اتصال، قولوا الو، شكون معنا؟ مرحبا بك في الو كويز. معك مرام. مرام، يا مرام شحال في عمرك؟ 12 سنة. الله يبارك الله يبارك. قولي لي، من اين ولايه انت؟ ولايه عين الدفله. ولايه عين الدفله، تحيه كبيره لكاع الناس عين الدفله. قولي لي مرام، شحال كديري في الصيف؟ كيف في الصيف شحال كديري كي تخرجي تحوسي تقراي؟ نقرأ، نطالع، نطالع كتبه، ونحوز كاع. درتيهم كاع؟ ايه. وتعرفي تقراي في المسيد؟ ايه نعرف. شحال تجيبي معدل؟ 16. الله يبارك، أبطال كاع أبطال قناة فركيس شاطرين. راكي مستعدة نروحوا العجلة كيف كيف؟ ما سمعتكش. قلت لك إذا راكي مستعدة نروحوا للعجلة كيف كيف؟ نلعبوا. ايه يعني مادة. وشنو هي أكثر مادة تحبيها؟ نبغي علوم. علوم، يا ربي طيح لك علوم. نشوفوا ما اذا طاحت لك قريبه من علوم بالك نقلبوها علوم ان شاء الله. ندوروا العجله كيف كيف. العجله تاعنا يا ترى واش طاح لك؟ طاح لك الغاز قدام علوم. نشوفوا ان شاء الله. كيف ماشي طاحت لك الغاز. اللغز تاعنا يقول اسمه كيما لونه، اسمه كيما لونه، فما هو؟ عندك 20 ثانية للتفكير. عادل السؤال. اسمه كيما لونه، يعني نفس الاسم نفس اللون. ها؟ البيض. لا لا، بدي خمين مليح. ولا بالك، ما لباليش. اسمه عفسة، هي لونها هكاك وحنا نسموها بهذاك اللون. اللون تاعها بالك وحاضر. البرتقال. نشوفوا الإجابة كيف كيف، ما على باليش. مبروك عليك، إجابتك صحيحة، ما تسرعيش بالعقل. قلنا لك السؤال، صبري شوية، خمي شوية، عفسة نفس اللون هذيك هي. مبروك عليك، اسمك دخل معنا في أسحب. عندك تهية إهداء. قدم تحياتي لأمي وأبي وقدم تحياتي لقناة فركيز. شكرا لك، تحية كبيرة لهم، تحية كبيرة لك، تشرفنا باتصالك. باي باي. نقولوا الو، شكون معنا؟ الو، شكون معنا؟ مرحبا بك في برنامج الو كويز. الو. تفكرت هذه الاغنية. المهم قولي لي، مرحبا بك في برنامج الو كويز، شكون معنا؟ الو الو الو، شكون معانا؟ معك عقول. شحال في عمرك؟ 15. فكرني برك باسمك، ما سمعناش اسمك، وشنو هو؟ قصي. قصي، الله يبارك، اسمك شباب. من اما ولايه انت؟ الله يبارك، تحية كاع الناس أم البواقي. قولي، راك حاب تشارك معنا تربح معنا؟ إيه. راك مستعد؟ إيه.
خايف شويه ولا لا؟ لا لا اخلص ماشي كاع لازم نكونوا خايفين. شوف لا انت اللي عيط انت عيط لنا دوك ما راكش خايف، ما اللي عيطونا من بعد ما تخافوش، اسئلتنا سهلين، مجالاتنا يعني كلش سهل. نروح ندوروا العجله كيف كيف. طاحت لك رياضه يعني مع انت طفلت ما تكون ملحشة في الرياضه ولا شويه شويه؟ ها السؤال يقول ما هو لون كرة التنس؟ عندك ثلاث اقتراحات، أخضر، أصفر، أحمر، وعشرين ثانية للتفكير. اللون هو أخضر. أخضر. نشوفوا الإجابة. مع الأسف إجابتك خاطئة. معليش حاول معنا في المرات القادمة بالك تكون إجابتك صحيحة. الإجابة الصحيحة هي أصفر. استفدت معنا بمعلومة. قولي كش إهداء، عندك إهداء؟ تفضل. تحية كبيرة لهم، تحية كبيرة لك، شكرا على اتصالك، تشرفنا بك، باي باي. الكويز برنامج يحتوي على العديد من المواضيع المختلفة كالرياضة، ألغاز، تاريخ، ولكن كل هذه المواضيع تشترك في غاية واحدة وهي الإفادة. عندنا اتصال، عندنا اتصال. قولوا ألو، شكون معانا؟ ألو ألو، شكون معانا؟ حاليا صنطري. الله يبارك، شحال في عمرك؟ 9 سنوات. 9 سنوات، العمر كامل يا رب العالمين. قولي لي واش تحبي ديري؟ ايه حشمتيني. تحبي تفرجيني انا كراني في الكويز، ولا تحبي تفرجي ولا تستفادي بالمعلومات، ولا حابه تجيك كادو، واش تحبي يعني؟ قولي لي نورمال بعيدي. المعلومات. ايه المعلومات، ثم كاع شاطرين كاع تحبوا المعلومات. من اما ولاية انت؟ نعم السنة الرابعة. ايه السنة الرابعة تقراي؟ وين تسكني؟ في ولاية المدية. المدية، تحية كبيرة لكاع ناس المدية. وشنو هي أكثر مادة تحبيها؟ نحضر مقاطع. ايه ولكن مستعدة نروحوا للعجلة؟ نديرو نروحوا للعجلة كيف كيف، نشوفوا امام جاي يطيح لك وامام سؤال راح يطيح لك. صح ما تخافيش، اسئلتنا كاع ساهلين، يعني كل دقيقة نقول لكم اسئلتنا ساهلين، بس ما تخافوش. طاحت لك اسلاميات. كم مرة ذكر اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ عندك ثلاث اقتراحات، الاقتراح الأول يقول 4 مرات، الاقتراح الثاني يقول 8 مرات، أما الاقتراح الثالث يقول 12 مرة، وعندك 20 ثانية للتفكير. أمدوا 20 ثانية. نعود لك سؤال، يقول لك كم مرة ذكر اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ شحال؟ قاعد لك نشوف واش حق عليك من هو. انتهى الوقت. نعم 12. راكي شوف. نعم شوفوا الإجابة. مع الأسف إجابتك غير صحيحة، ولكن معليش استفدتي معنا بمعلومة اللي هي 4 مرات ذكر اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، 4 مرات وليس 12 مرة. عندك إهداء؟ نعم
مع الأسف انقطعت المكالمة. معليش كانت إجابتك غير صحيحة، ولكن استفدنا بمعلومة أزقاء الأطفال اللي هي اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن الكريم 4 مرات. ألو شكون معنا؟ مرحبا بك في برنامج آل كويز. الله يسلمك، وين راك لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانتيا؟ والله فرحة كبيرة كيف معناتها. شكرا لك، شحال في عمرك؟ أنا ماما. أنت ماما؟ إيه ولا يمه ما على باليش. قولي لي وليدك ولا بنتك مشاركة معنا؟ تقدري تجوزيها لنا؟ الله يبارك، خمس عليها وراهي بنتك نستناو فيها. نعم نعم. الو الو إسراء، واش رايكي؟ الحمد لله. من تسكني إسراء؟ في البرج. الله يبارك، تحية كبيرة لكاع الناس البرج. إسراء قولي لي واش كديري في الصيف؟ متمافد. أكيد تلعبي، أكيد تلعبي. ندير سباحة. إيه الله يبارك، تعرفي تسبحي مليح ولا شوية تعومي مليح؟ لا ندير. تعلميني شوية نعوم ولا لا؟ لا تعلميني نعوم؟ هيا خلاص ان شاء الله. وشنو هو اكثر برنامج تحبيه في قناه فوركيس، ولا وشنو هي البرامج اللي تحبيها في قناه فوركيس؟ اسلاميه. هذه هي وجهه حابه تروح للمجالات تاع العجله. معليش نديرها خاطرها، نروحوا ديريكت للعجله ونشوفوا ما مازال يطيح لك، ويا ربي يطيح لك اسلاميات ان شاء الله، يا ربي يطيح لك اسلاميات. نشوفوا امام مجال. معليش ماشي اسلاميات، طاحت لك فضاء. سؤالنا يقول: بما يلقب كوكب نبتون؟ عندك 3 اقتراحات. الاقتراح الاول يقول الكوكب الخافي، الاقتراح الثاني يقول الكوكب الاحمر، الاقتراح الثالث يقول الكوكب البارد، وعندك 20 ثانية للتفكير. واش تقولي انتي؟ نعود لك السؤال اللي هو يقول بما يلقب كوكب نبتون، الكوكب الخافت، الكوكب الأحمر، أم الكوكب البارد؟ خلاص لك الوقت. تحبي نعاونك شوية؟ شوفي هي يقول لك خير الأمور أوسطها، صح؟ بصح حنا نروحو ما بعد اوسطها، عندك 3 اقتراحات، ولكن نروح الاقتراح الثالث لحبيتي مع الباليش. انا قلت لك برك زيد يزعف منا عمو المخرج. كوكب الاحمر. قلتي الاقتراح الثالث الكوكب البارد. هي قالت الكوكب البارد. نشوفوا تشوفوا الاجابه. الاجابه واش تقول؟ الكوكب البارد. برافو عليك، اسمك دخل معانا في السحب، يعني احنا ما درنا والو، انت عرفتي الاجابه صح؟ صح. بارك الله فيكي. ايه ما درت والو، انت شاطره. عندك اهداء؟ حاجه حبيبتي؟ عندك اهداء؟ قدمي تحياتك. تحيه؟ تحياتي لأمي عادي. تحية كبيرة اليوم، تحية كبيرة ليك. شكرا لك، تحية كبيرة لك، تشرفنا بمكالمتك. باي باي. عدنا اتصال. الو مرحبا بك، شكون معانا؟ اسحاق. اسحاق، يا اسحاق شحال في عمرك؟ 12 سنة. الله يبارك. قولي اسحاق، من أما ولاية أنت؟ وين تسكن؟ وين تسكن؟ في تيسمسيل. الله يبارك، تحية كبيرة لكاع الناس. تيسمسيل، تقولي عجبتك العطلة، واش راك دير؟ كاش خرجت؟ كاش دخلت؟ نعم. راك تروح للأقارب؟ راك تزور فمانك وجدك؟
تحيه كبيره ليهم. نروحوا يا جلال كيف كيف ونشوفوا اي مجال ولا سؤال اللي يطيح لك. ايه كيف كيف انا سؤال وانا مجال حيطيح لك يا اسحاق. قلت لك سؤال اللي حيطيح لك. طحت لك فضاء. ما هو العمر التقريبي لكوكب الأرض؟ عندك ثلاث. ما هو العمر التقريبي لكوكب الأرض؟ عندك ثلاث اقتراحات. الاقتراح الأول يقول 4.5 مليار سنة. الاقتراح الثاني يقول 5.5 مليار سنة. أما الاقتراح الثالث يقول 6.5 مليار سنة. وانت واش تقول؟ وعندك 20 ثانية للتفكير باش تقولنا واش تقول. ليها هاي قولنا واش تقول. مازال وقت عندك. مازالوا لك 5.5 مليار سنة. نعم. نشوفوا الإجابة. كيف كيف انت شاطرة ما تسحقش معاونة ولا انت قلتها. مبروك عليك إجابتك صحيحة. أبطال قناة فوركيس كاع شاطرين وكاع أبطال. عندك تحية إهداء؟ عندك إهداء؟ نعم. تحية كبيرة لهم. تحية كبيرة لك. شكرا لك. باي باي. الو الو شكون معانا؟ الو الو شكون معانا؟ الو الو مرحبا بك. شكون معانا؟ اسحاق البرج. ايه هذا اسحاق الدوزيام. قولي اسحاق من ولاية البرج. الله يبارك. تحية كبيرة لكاع ناس البرج. اسحاق على بالك بلي هذا ونهضر معنا واحد اسمه اسحاق. اليوم اسحاق ترى مطغيين في العدد. واش راك دير في الصيف؟ انا واش راك دير في الصيف في العطلة؟ واش راك دير في العطلة؟ كاش خرجت كاش تحواس؟ نعم انا نروح نعوم. ايه مليحة هي حاجة مليحة كاع في فصل الصيف. نروحو للعجلة. كيف كيف انت تروح تعوم وانا نديك معايا للعجلة. نشوفو السؤال. نروحو نشوفو السؤال كيف كيف واش يقول. السؤال تاعنا يقول ولا المجال تاعنا يقول. طاحت لك علوم. عدد عضلات جسم الإنسان. الاقتراح الأول يقول 420 عضلة. الاقتراح الثاني يقول 520 عضلة. الاقتراح الثالث يقول 620 عضلة. عندك 20 ثانية للتفكير. عاودي السؤال. كم عدد عضلات جسم الإنسان؟ شحال من عضلة كاين في جسمنا؟ يقول الاقتراحات يقولوا 420 عضلة، 520 عضلة، 620 عضلة. وانا شكيت 620 بصح ما على باليش. ما على باليش. 420. نشوفوا الاجابه كيف كيف. الاجابه تاعنا واش تقول يا درا؟ مع الاسف 620 عضلة. قلت لك انا شكيت 620 انت ما فهمت. نزيد نخرجوها لك ديريكت زعف من نعم والمخرج. ما ماشي هكا. معليش اجابتك كانت غير صحيحه. حاول معنا في المرات القادمه. اذا شفت كاش معاونه ولا خذ بها. احنا حنحبوكم قاع تربحوا. ايه اتصل بينا في المره القادمه ما تخافش. نعاود ونعاونوك وتعاود تربح. شكرا لك. كان هذا اخر اتصال معنا لنهار اليوم. نروحوا المرحلة أهم مرحلة في البرنامج. المرحلة اللي أنا راني نستنى فيها من الصباح وعلى بالي باللي كاع راكم تستناو فيها وهي مرحلة السحب. نروحوا نشوفوا الاسمين اللي ربحوا معنا اليوم بعد هذا الفاصل. هدايا البرنامج برعاية أصدقائي. وصلنا لمرحلة السحب اللي قعدنا نستناو فيها كما قلت لكم قبل الفصل. نشوفوا الاسم. عندنا ثلاث أسماء واسم معنا ما راحش يفوز واسمين راح يفوزوا. معليش نورمالمون الاسم اللي ما فازش معليش. إن شاء الله باك اللي ربح
يكون صح كان حب يربح عبالي بلي قالك محبين تربحوا بصح كون جات لي انا نربحكم كامل. الرابح ولا الرابحه معنا لينا هاليوم اسم من بين اسماء اللي عيطونا زوج خطرات، ماشي عيطونا زوج خطرات بصح عيطنا واحد عنده نفس الاسم عند زيان. يا دراج في تقول لا لا هنا نعرفوا اذا انتم اوفياء برنامجنا ولا لا لا. الاسم معنا هو اسحاق من ولايه تيسمسيلت، مبروك عليك اسحاق. ربحت معنا اليوم في برنامج الو كويز، مبروك عليك مره واحده اخرى. نروحوا نشوفوا الاسم الثاني اللي ربح معنا اليوم. نشوفوا يا دراج اسم الدوسيام، قعدوا اسمين ان شاء الله برك ما تزعفوش الاسم الاخر اللي ما ربحش. معليش نحبكم قاعد تربحوا ولكن هذه هي قوانين البرنامج، هكا تكون كاين روح رياضيه اكثر. عندنا الاسم الثاني البنت ولا الولد، يعني الاسم ولا الاسم ما نقولوش الاسم بعدا. معليش الرابح او الرابحه الثانيه معنا لينا اليوم هي ولا هو مرام من ولايه عين دفنة. عين دفلة يا ربي يعني نتلف اليوم في حروف. مرام من ولايه عين دفلة مبروك عليك مرام، ربحتي معنا اليوم في برنامج الو كويز. مبروك على اسحاق، مرام اسحاق كانوا رابحين اليوم معنا في برنامج الو كويز. اذا حبيتوا تربحوا انتما ثاني اصدقائي الاطفال ما عليكم غير تتصلوا معنا على الرقم الموجود اسفل الشاشه في الحلقات القادمه، ان شاء الله قاعد تربحوا مع صديقتكم طرابلسي اريش قاعد ربحين.